وصلنا إلى مصر الحبيبة، أرض الكنانة، مصر الجميلة اللي مشايخها حفظونا كتاب الله سبحانه وتعالى. وصولنا إلى مصر كان محطة ترانزيت وراحة لفريق العمل، ولكن استغلينا وجودنا في مصر لنسلط الضوء على بعض حفظة القرآن الكريم المتميزين. الطفل إبراهيم أدهم من مصر، عمره 7 سنوات، من منطقة فقيرة وبسيطة، المعيشة فيها صعبة حقيقة في مصر. اسم المنطقة المرج. إخواني معي من فريق العمل من مصر يقولون يا فهد جبتنا هالمنطقة هذه، إحنا المصريين.